متابعينا الاعزاء على منبر اشواق تي في، اهلا ومرحبا بكم مره اخرى. اليوم حنا متواجدين في مدينه الجديده، خرجنا نسولوا الناس على طريقه غسل الجنابه. الناس صايمه 20 يوم وما عارفاش الطريقه، وكاين اللي ما عارفش حتى شنو هي الجنابه. اجوبه مثيره ومضحكه وغريبه في نفس الوقت. خليكم معنا ما تشوفين. كيفاش داز عندك 20 يوم ديال رمضان؟ مزيانه بخير الحمد لله. يعني كنظن 20 يوم كاع كامله مقبوله ليك؟ بخير الحمد لله، والله الا بخير الحمد لله. شحال عندك من عام تقريبا؟ عندي 60 عام. 60 عام وكتصوم؟ ايه. تبارك الله، الله يخليك ديما شباب وشباب. بغينا نعرفوا ونعرفوا الناس طريقه غسل الجنابه، ممكن تفيدنا؟ ما نقدرش يعني ما عرفش الطريقه. لا يعني صمتي تقريبا صايم، ولكن الوضوء انا عارف الوضوء، كنصلي، ولكن باش نقول لك شي حاجه اخرى ما نقدرش. بغينا نعرفوا طريقه غسل الجنابه، تقدر تفيدينا؟ لا ما كنعرفش. لا تعرفيش يعني طريقه غسل؟ نفيدك انا. لا عرفتي الجنابة شنو هي؟ لا لا يعني ما عرفتش طريقه الغسل. صمتي 20 يوم ما عرفتش طريقه غسل الجنابة؟ لا. كتصوم رمضان؟ اها تنصوم. دابا حاليا صمتي 20 يوم مقبوله لك؟ علاش لا؟ اها. بغيت نعرف سر الاكسسوار اللي درت. اه كتوري بعدا لك زوينه بعدا زوينه واخا صايم كديرو ماشي مشكل. اه علاش؟ ما كاين حتى شي دليل في القران ولا في السنه كتقول باللي راه حلال ولا حرام. انت كتعرف القران كتعرف السنه؟ بيان سور. تقدر تعطينا طريقه غسل الجنابه؟ كنظن هي كيختلفوا فيها بزاف الناس، ولكن كنظن كتوضى الوضوء الصغير بلا ما تغسل رجليك، وكتخوي على الجهه اليمنى هي الاولى، من بعد الجهه اليسرى، وسيتو. كتلاحظ ان كاين تحرش يعني في رمضان، الناس صايمين وكتحرش؟ كاين. درت انت فيه تعرضتي للتحرش؟ فيه تعرضت للتحرش. طرف دراري ولا بنات؟ دابا جواب صريح ولا؟ الصراحه. اه. طرف دراري. دراري ودريات. كيفاش حسيتي فاش تحرش عندك دري؟ يعني شي حاجه اللي غريبه. ماشي شي حاجه اللي غريبه، ولكن عاديه جاتك؟ لا ماشي عاديه. غير بنادم يتحرش بك بطريقه راقيه. يعني دري يتحرش بك بطريقه راقيه مقبوله؟ ماشي اكسبتابل كاع، مي كاين التخلف، يجي يتحرش بك واحد بطريقه متخلفه وبشي مصطلحات نابيه، هذيك لا. انت قلت لي ماشي تحرش بيه بطريقه متخلفه، ولكن الا تحرش بطريقه راقيه مقبول. Sometimes. الجانب ديالي انا من ناحيه الحياه الزوجيه، انا في الدخله ديال رمضان كنحرم داك الشيء حتى كيخرج رمضان. شو يعني الاسلام حللها من بعد الافطار؟ اه بعد الافطار، ولكن بالنسبه لي انا كنخليها، كنبقى حر حتى هذه التجربه ديالي انا من نهار تزوجت لحد الان كنخليها حتى كيصالح رمضان، يمكن لي ندير داك الشيء اللي بغيت من الحياه. كنظن ان هذا الشيء كاع كامل مقبوله لك؟ مقبوله الحمد لله. اليوم خارجين نسولوا الناس على طريقه غسل الجناب، واش تقدر تفيدنا؟ لا ما قدرتش. على زعما واه الجناب يعني احنا بلد اسلامي وفي المغرب يعني هو بلد اسلامي، بغينا نعرفوا الطريقه. هو كل شيء عارف راه حاجه عاديه غسل الجنابه، ماشي شي حاجه. هي سؤال محرج شوي. ما نقدرش نجاوب. مرحبا، شي واحد يورانا الطريقه؟ وريني الطريقه الشرعيه. ممكن اخويا وريني الطريقه الشرعيه. ممكن ما قدرتش اي دير الوضوء الصغير وتوضا الوضوء الكبير. هذاك الشيء اللي كنعرفو كنديرو حنا، هذاك الشيء الدين ديالنا مشبعين صيام عادي، هذاك الشيء كيبقى بينا وبين الله. حنا خارجين اليوم نسولو الناس على طريقه غسل الجنابه، يعني واش تقدر تفيدنا فيها؟ واخويا هذا الشيء خاصك تسول في اي باش يقول لك هذاك الشيء. يعني لا حيت سمعتك انت كتصلي، يعني ضروري غتكون عارف الطريقه ديال الغسل. اه ضروري داك الشيء. يعني كتعطينا كيفاش كتغسل انت؟ واخويا كيف ما كنعرفو حنا وكيعرف الشعب المغربي كامل، راه داك الشيء راه ضروري، داك خاصك تعرف كتوضى عادي وكتغسل الجنب ديالك اليمني عاد اليسري. كنظن ان هاد 20 يوم كاع كامله مقبوله ومحسوبه لك. بطبيعه الحال الحمد لله درنا الواجب ديالنا، الصلاه والعباده الحمد لله راه بخير. الحمد لله. عندنا واحد السؤال اخر اللي هو بغينا نعرفوا طريقه غسل الجنابه، واش كتعرفها ولا لا؟ غسل الجنابه سهل. ممكن تفيدنا؟ المهم كتغسل النص الجنب اليمن، كتسبقه كتبدا من اليد. المهم كدير الوضوء الصغير اولا، وكتغسل الطرف الاول اليمن والجنب الرجل، وكدير عاوتاني النص الاخر اليسر، ومن بعد كتشلل كلشي.
بالنسبه لشي دريات الله يهديهم فهمتيني راه كنعانيو، ولكن راه غدو البصر فهمتي اش غدير، كتعرف كيفاش تقنن راسك. من ناحيه اش كتعاني مع البنات؟ اولا بالنسبه لي انا كنقرا في لافاك، ديك الدريات كيجيو بشي لباس فاضح ماكياج فهمتيني، وانت عارف ممكن يعني تعرفنا على طريقه غسل الجنابه. غسل الجنابه هي كتطبق الشق الايمن على الشق الايسر وفهمتيني، وكتخلي شعرك مزيان وكتغسل هنا كتغسل البوط ديالك، فاش كتسالي كتغسل رجليك هي كتبدا بوضوء كتبدا فهمتيني كتسنجا وداك الشيء بوضوء صغير، عندك دير الغسل الكبير. واش يعني كدير الوضوء الاكبر كيتسمى هذا الوضوء ديال الجنابه؟ كتوضى الوضوء يعني كتغتسل كتدخل كدير الاغتسال. شنو الاغتسال؟ الاغتسال هو انك تطهر من ديك الجنابه. ممكن نعرفوا الطريقه؟ الميطود ديال انك توضى الوضع الاكبر، من بعد كتوضى وضع عادي بحال الوضع اللي كنتوضى باش نصليو، من بعد كتغسل النص ديالك الايمن، من بعد نص تاعك الثاني الايسر، كتغسل الابط، ومن بعد كتكمل الرجل اليمنى والرجل اليسرى صافي، ومن بعد كتخرج على الماء كومبلي. السؤال ديالنا اليوم هو طريقه غسل الجنابه، واش تقدر تفيدنا في هذا الموضوع؟ شويه ممكن تعرفنا على الطريقه؟ الطريقه وضوء عادي، من بعد تغسل راسك ثلاثة المرات بحال تخوي عليه ثلاثة المرات، من بعد تغسل الجهة اليمنى من الجسم ديالك ومن بعد الجهة اليسرى. شنو رأيك في التحرش في رمضان؟ واش كيبان كاينين الدراري كيتحرشوا بالبنات؟ لا ما كنظنش، شوية المهم كاين نقص، كيكون شي حاجة كتكون في الليل، أما دابا في النهار لا ما كنظنش. مورا العشاء يفعل ما تشاء. داكشي اللي كاين مورا العشاء بنان عاوتاني كيرجع عاوتاني كيرجع السنطال الايام الاولى بحال ما كاينش رمضان. واش فيت لك تعرضتي للتحرش من طرف شي بنت؟ ما تعرضناش وما كرهناش. خرجتي تحرش؟ شكون غيتحرش بيا في هذا الوقت فهمتيني؟ هنا راه فهمتيني انا اصلا واخا قلال ماشي، ولكن راه كاين شي بعض المرات. كيفاش قلال؟ الرجال قلال؟ راه احصائيا فهمتيني راه الرجال قلال قل من العلاج في العالم فهمتيني، راه دراسات البحثيه. بنات اليوم ما بقاوش بنات اليوم، يعني ولا داك الشيء عادي، الدريه ولات كتعرى ربما كتشوفها هي قدام عينيك قدام باها قدام خوها قدام جميع المجتمع قدامه، ما كتفكرش بانه حنا الرجال عندنا واحد الرغبه صغيره دغيا فهمتي، يمكن للراجل يشوف الا ما تحكمش من نفسه يقدر يقولها في راسه، يقدر يمشي ليه رمضان كامل، لانه علاش الشهوه كتبلغ الانسان. ولكن الله يهديهم، هذا الشيء اللي كنتمنى للحياه اي انسان او اي انسان الله يهديه وصافي، لان هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا راه ما كناش كنشوفوا هذا في العصر اللي عشتو انا، اما في هذا العصر وزيد مازال شويه لقدام ربما بنادم ما غيبقاش يصوم على هذا الشيء اللي كتشوف فيه. اللهم اشفع. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات
وتريد الترويج لها، هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.